الصيف ما يحلى غير في بونا الأنيقة اللي ما زالت محافظة على بريقها. الناس اللي تجي زايرة قلوبها ديما حايرة، وفي بونا عاشقة وهايمة. نقترح عليكم زيارة بعض الشواطئ العنابية: لاكاروب، بلفودار، طوش، بونا بيتش، عين عشير وفيفي، وينكملوها بجولة في الفنار وتم إطلالة من فوق سيدي عيسى على عنابة، ونشوفوا عنابة بوجه آخر ومغاير. السلام عليكم، أنا راك من شاطئ خروبة عنابة، ومرحبا بكم الناس الجزائر كل، احنا دولة واحدة، قارة هكذاك، ربي يحفظكم. مرحبا بكم بضيافنا كل، الراس والعين، خليوهم ضيفة، العام الجاي تجي كيف، خلنا ربي يحيين، وبلادنا إن شاء الله في الازدهار، ومرحبا بكم كل. حسن الخروبة الذي طاله نسيان كان يطلق عليه سابقا بحسن القصرين، يعود تاريخ بنائه لما بعد 1607 ميلادي في العهد العثماني لتعزيز المحور الدفاعي البحري، ثم أعيد بناؤه مجددا على يد الاحتلال الفرنسي سنة 1861، ليبقى هذا المعلم شاهدا على تاريخ بونا. Thank you.
أتمنى أنكم استمتعتم معنا بهذه الرحلة إلى شواطئ عنابة. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة ليصلكم جديدنا. دمتم أوفياء.